الاول انت هتقف كده، ومع ان الرجاله ما بيعملوش كده. بس ايوه، انت طب ما توريني الرجاله عامل ايه زي الستات. لا ما عايزاك تعمل. طب الرجاله بيمشوا ازاي كده؟ بص اهو اهو. واو واو، جامده يا داليا، جامده يا داليا، واو يا داليا. يلا بقى والله. لا ده حاجه عظيمه، وفتحي عمل حاجه اعظم. اه فتحي طبعا انا تعبت قوي. بس عايزه اقول لك حاجه بقى منى، انا اول مره اتفرج على فتحي كنت عارفه طبعا ان هو ممثل كوميدي، وما كنتش اتفرجت له على حاجه. اول مره اشوف فتحي كان في البرنامج، لا في البرنامج عندك هنا في الحلقه، كان هو ومراته. يا خبر. واتاثرت جدا بالحلقه دي لدرجه ان انا عملت لها شير عندي، وقلت انا حبيتهم قوي، حبيتهم يعني حسيتهم صادقين جدا، وحسيت انهم قريبين قوي خلاص. وعمري ما كنت شفت فتحي قبلها ولا اشتغلنا مع بعض خالص لحد ما قابلته في المسرحيه. واول ما شفته قلت له على فكره انا حبيتك جدا في برنامج منى الشاذلي، ودي كانت اول معرفه. انه الحلقه دي يعني في حاجه الواحد يحب الشخص ويستمتع، لما تطلعي كده لما تسمعي احمد ومراته الجميله تحس ان انت ارتقيتي بانسانيتك، تحس ان انت في حاجه ايجابيه حلوه قوي كبرت جواكي، تحس ان انت عايزه تبقي احسن عشان المعاني الحلوه اللي طلعت دي يعني ما يصحش ان احنا ما نتعلمش منها. الحلقه دي اشكرك ان انت فكرتيني بيها من اجمل الحلقات. بس هقول لك حاجه، بعدين صدمني بقى في الواقع، صدمني يعني بقى ايه يغلس عليا وبتاع، واكتشفت ان هو غير الحلقه خالص. ليه؟ انا بغلس عليك بس انا انسان برضه. طب ليه معايا مش بتمشي؟ لا والله العظيم عشان تبقي احسن، عشان تبقي كويسه. يقصى عليكي. ليه بتقصوا عليا؟ خالص انا بعمل لك حاجه زي لا يا نهار والله العظيم ده هو حصل على الهوا ده. كفايه ساعه اللعب. بسيبك تراجعي. الاجواء والروح اللي انا شايفاها دلوقتي بتاكد لي ان احنا امام عمل فيه ود كبير جدا، عمل مسرحي، صحيح عمل مسرحي تجاري بس فيه متعه وفيه كسر لكابه كورونا، فيه ترفيه مفيش حد مش محتاج له. خميس وجمعه وسبت مسرحيه ابو العربي ميشن امبوسيبل من بطوله نجوم وكوكبه من الممثلين والكوميديانات، كان معانا منهم استمتعنا جدا بوجودهم جدا جدا جدا، احمد فتحي الرائع، النجم هاني رمزي، المخرج النجم تامر كرم، والنجمه داليا البحيري.